السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. بصوا بقى، تعالوا النهاردة شوفونا هنعمل اكل ايه. بصوا، اول حاجة مسكت الفرخة غسلتها غسلة حلوة، كنت نقعها بخل، وبعد كده حطيتها في الحلة وحطيت عليها فلفل اسمر زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت ورق لورا وحطيت ليمون لومي وحطيت طماطمية وبصلاية، وكل ده حطيتهم في ايه بقى، سيبتها تتشوح كده شوية اهوت، قعدت اشوح فيها. بحب قبل ما اضيف لها المية اشوحها كده شوية مع حتة سمنة كده صغيرة بسيطة، واشوحها بقى عشان تخلي شوربتها حلو. اهي السمنة اللي انا بقول لكم عليها. يلا اضغطي لايك، مستنيين ايه؟ اضغطي لايك. مسكتها كده قعدت اشوحها كويس، واجيبها كده شويه واجيبها كده شويه، كل ده بقى وانا مولعه الميه في الكتل، وبعد كده اروح حاطاها عليه. قلت ايه، نخلص من ده الاول وتعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه معاها بقى. شفت المواعين؟ ما غسلتش بقى مواعين بالليل امبارح، بصراحه هو تكمل عليا المواعين ده. فهنخلص نعلق على الفرخه، وبعد كده ايه نشطب الحوض ده الاول. حطيت الميه اهي، انا ما حطيتش الملح، كل ده الملح ما بحطوش الا قرب ما تيجي تستوي بروح حطاه. اقعد بقى اروح، قلت بقى ايه ما راح اغسل المواعين. شفتم؟ خدوش مني 5 دقايق والله. استني يلا قومي تشجعي انت وهي، يلا اغسلوا المواعين اللي عندكم. الحمد لله. يعني حطيت، زودت بقى بقيه الميه بتاعت الكاتل لان كنت مولعه عليه لسه، وغطيتها واروح مغطيه الحله بقى واسيبها تاخد وتدي معايا. رحت بقى جايبه لك، جايبه بصله بصلتين كده مخرطهم كويس، حطيت في شعره ملح، حطيت شويه فلفل اسمر، حطيت كمون برضو، بس ما بضيفش اي حاجه تانية، ده كمون برضو ما ضفتش اي حاجه تانية بقى ده كده. وامسك البصليه بقى كده ايه ادعكها ببعضها كده مع مع الخلطه دي كلها كده، مع الكمون مع الفلفل الاسمر مع الملح. كنت انا غسله البطاطس ايات وخرطاها، هروح بقى احطها عليه. طريقه سهله وبسيطه جدا، وهتطلعوا احلى صينيه بطاطس من ايد بطوط. يا رب يسعدكم جميعا ان شاء الله ويوفقكم يا رب. اللي وصل لغايه دلوقتي يعمل ايه؟ يحط اللايك والكومنت الجميل بتاعك. وعندي بقى كيس طماطم كان في الفريزر طلعته وهنحطه عليها برضه اهو اهو. شو حطيتيهم مجمنه من غير ما يتفك؟ ايوه يا بطوط، حطيناه من غير ما يتفك. حطينا السمنه كمان بتاعته هو، حطينا كده الفلفل الاسمر، وحطينا ملح، وحطينا كمون، وحطينا البصل، وحطينا السمنه بتاعتنا اهوت، وحطيت ايه الطماطم اهي، وحطيت شويه زيت كمان. ونروح على البوتاجاز بقى وشايلين الصينيه وحاطين كل ده. انا ما ضفتش ميه فيها اهو اي حاجه، بس انا اهو الفرخه بتاعتنا خلصت اهيت، وحطيت لها الملح بتاعها ورحت طافي عليها بس. ونروح معلقين بقى ايه على البطاطس من غير ميه ومن غير اي حاجه، الطماطم طبعا، وانا كنت ناقع الرز اهوت. يبقى انت كده طبعا فهمت انا هعمل ايه، صينيه بطاطس في الفرن وصينية ايه رز معمر. بقول لكم الحوض انا خلصت اهو، ده لبن كنت حاطه فيه ايه معلقتين زبده، وده لبن تاني برضو مش حاطه فيه اي حاجه، مش ايدام ولا حاجه، عشان لو اللبن ده ما كفاش احط من اللبن ده، هو اصفر كده اللي على الوش ده زبده اهو. وحطيت برضو معلقه زبده اهوت من البرطمان، ودي بقى سمنه برضو، حطيت من ده عليتي معلقه زبده على معلقة، يعني معلقتين زبده على معلقه سمنه، وكنت حاطه برضو في قلب اللبن بعد ما غلي كده معلقتين سمنه برضو. فقلت برضو ليه ايه، انا بحب الف الرز كده بال ده، انا بحط ملح دلوقتي في اللبن اهو. والله العظيم يعملوه بالطريقه دي وجربوها هتلاقوا طعمه جنان. الله يوفقكم ويساعدكم. ايوه اهوت الرز بتاعنا اهوت، حطينا عليه اهوت اللبن اهوت. انا
نقلبه بقى كويس، هيعوز لبن، فحطيت له من اللبن برضو اللي ايه في اللبانه، ما رضيتش احط عليه سمنه ولا اي حاجه عشان قلت لو عوزت اخد منه، ما عوزتش ما بوظت كله. خليكوا ست بيت شطار كده. بصوا خد يعني حوالي 2 كيلو لبن، شوفوا ده حتة قشطة كده عشان اللبن كان مغلي، الوش بتاعه منزل قشطة والله الحمد لله، يعني لبن الحمد لله بخيره يعني كويس، هدومك يعمل قشطة كده تعرفوا اللي هو كويس، مش مخففينه بمية ولا حاجة. بس كده حطينا الملح بتاعتنا ونقعنا الرز نص ساعة، نقحته شويه وبعد كده صفيت الميه وحطيت له الحاجه اللي انتوا شفتوه. قلت ايه بقى لما عشان اطلعهم في الفرن وانا معلقه على البطاطس كده، قلت اسيب صينيه الرز يخلص، قلت اما اعمل شويه السلطه، مسكت بقى الخيار والشطه كده وطماطم وبقدونس، عملت احلى طبق سلطه وحطيته في الثلاجه لغايه ما اخلص بقى بقيه الاكل. بصوا انا انا بمنتج الفيديو وبنزل لكم الفيديو ده بعد طبعا ما اتغدينا منه، والله العظيم كان طعمه جميل. خرطت بقى الخيار كده عماله بخرط فيه، انا طولت قوي في تخريط الخيار، اصل انا عملت خيارتين بقى اهوت وخرطت الطماطم والبقدونس وخلصت خالص، انا طولت في الاول وبعد كده اختصرت. نروح بقى ايه للبطاطس بتاعتنا، ايه رايكم الطماطم بتاعتنا فكت اهي اهي، طبعا شويه هنسيب الحته المكعبه الطماطم ده تتفك، وبعد كده نعمل ايه، هنحط الفرخ اهو، زودتها شوربه ما زودتهاش ميه ولا اي حاجه، اللي انتوا شايفينه ده صلصه بس مع البطاطس، ما زودتش ميه، وبعد كده رحت حاطه كبشتين شوربه اهو، اهوت وقطعت الفرخة وحطيتها فيها اهوت، بعرفكم اهوت بوريها لكم. والله العظيم كان طعمها، وبعد كده انا ما سويتهاش، انا سويتها بس على البوتاجاز كده لغاية قرب ما تستوي، ورحت مطلعها على الفرن فوق اهوت. ايه رأيكم بقى؟ مفيش حاجة بقى، تسلم ايدك يا بطوط، معلش هو الرز بس ايه اتشعوط مني شوية، نسيتوا ايه بقى اللي كان محطوط جنب في الفرن في الحته دي، بس والله العظيم كان طعمها جميل، مش محروق قوي، هي الكاميرا ظلماه عشان تعرفوا يعني، والله الكاميرا ظلماه هو مش محروق، وشفتوا انا حبيت اوريه لكم ازاي مفلفل وجميل، بسم الله ما شاء الله، بالف هنا على كل اللي كان. اضغطوا لايك، بقول لكم اضغطوا لايك، بصوا شوفوا انا بقول لكم اهو مش محروق. بقول لكم الرز مش محروق. بس هو بس خد اللون مني غامق شوية، والكاميرا ظلمه والله يا جماعة الكاميرا ظلمه، كان طعمه جنان بقول لكم، شوفوا مفلفل ولا محروق ولا اي حاجة. اضغطوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وشجعوني كده علشان اعمل لكم فيديوهات كتير، لان بصراحة عندي احباط جامد قوي جدا من ناحية اللي انا اصور فيديوهات. ويلا يا شطار قوموا كده يا جدعان وخلصوا اللي وراكم، وده كان غدانا النهارده.